IFM Sport Plus أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. 7:07 على IFM أحلى راديو، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع وبداية أسبوع موفقة. نهار الاثنين 15 ماي 2023، حلقة جديدة من سبور بلوس باش يكون الجزء الأكبر منها مخصص إلى الأحداث والتطورات في الترجي الرياضي التونسي. 48 ساعة بعد إعلان استقالة نبيل معلول من مهامه على رأس الإطار الفني للترجي، من سيكون المدرب المقبل؟ حقيقة كل الأسماء اللي وقع تداولها وطرح في الفيسبوك وفي الإعلام وفي الصحافة في 48 ساعة الأخيرة وآخر المسجدات في خصوص هذا الموضوع، معين الشعبين يعود من جديد نعم أم لا. نرجع كذلك على أسباب استقالة نبيل معلول، الأسباب الحقيقية، وهل أنه الإشكال في الترجي هو فقط إشكال إطار الفني منه الإشكال أعمق من هذية. كذلك نحكي على النادي الإفريقي وبلاغ الاتحاد الرياضي المنسيري بعد أحداث يوم السبت في مباراة الباسكيت نهائي بطولة كرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنسيري. الاتحاد المنسيري يصدر بلاغ وبعد شوية يرد عليه ناطق رسمي النادي الإفريقي رشيد زمالي باش يكون معنا في المباشر. مرحبا بالجميع. هذا وغيره كالعادة من الأحداث ومن المستجدات نتناولهم من توا حتى الثمانية متاع ليل. تحية لكل فريق الإعداد، غادة علاوي في العمل الصحفي، تحية لأمير في الإخراج، ليكيب في الإف إم تي في، وإم إيمان سفيان وبقية ليكيب، وكذلك الديجيتال مع زميلتنا أميمة القربي. معكم أيمن زروق باش يرافقني في البلاتو للتحاليل والتعليق على هذه المستجدات والمواضيع. وليد قرفالة مساء الخير على سيدي. أهلا أيمن، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين، كل المتفرجين، تحية للناس الكل، تحية المجدي حاضر معنا، تحية العمار، تحية للأستاذ فتحي المودي، وتحية لسمير السليم. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد. عايشك عايشك يا من، بارك الله فيك، عايشك. شوف في بالك شن البارح ريت روحك كيفاش نعذرك ليه بحاجات اخرى، انت مالكش مليم زرق حاجات اخرى. عايشك عايشك عايشك، ميرسي بوكو. عايشك يا سيدي، كل عام وانتي بخير، وربي فضلك للعائلة الصغيرة والموسعة، ولعائلة إيفام وعائلتك في الخدمة الأخرى في البنك، وربي فضلك لينا معناتها. عايشك عايشك، ريتك نقول لك ديما راهو وعقبال المية سنين، ريتك نقول لك أيمن راهو باهي، أيمن راهو باهي. ريتو ريتو هذاك المساجات ما بين السطور، أيمن راهو باهي تفهم من خلالها أنه فما حاجة دون سوسونس. مرحبا بك وليد. شكرا. والعقبة للمية سنة اللي اليوم عملت شطرها معناتها. كذلك رافقنا مجدي تراوي، مساء الخير، اهلا وسهلا مجدي. مساء النور، مساء الخير، رحب بك ورحب بوليد، ونقول ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وربي يحيك الامثال والجويز انيفرسير. مرحبا بمستمعين اف ام ومشاهدين اف ام تي في، دخول بقوه الكابتن هذا. وانا خويا راني مانيش تابع الكلام اللي قاعد يحكي فيه، معناها قطعت السطور فوق السطور اموره هذيك، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يعني الحاجه الثانيه في سطر، قال لي ماكش تعرفش اللي وعد بنادي لا في حاجه اخرى، نحب نعلمه انا مانيش لا في حتى شيء، معناها نبداو واضحين، اموري واضحه ولا بروفوني خويا راني بحذاك في اف ام يعني انا بحذاك وليد. يعني مجدي ماهوش باهي، ماهوش باهي مجدي، الكل باهي الكل باهي. مرحبا بك مجدي، مرحبا بوليد قرفالة، مرحبا بالجميع. نخرجوا فاصل صغير ثم نرجعوا في حصتنا، باش يكون عندنا تليفون مباشرة من قطر. بعد شوية نكملين في سبور بلوس مع أيمن زروق على IFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في سبور بلوس من 7 إلى 8 متاع الليل. مرحبا بكم جديدا في سبور بلوس. بعد شويه باش نحلوا الملف المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، من الهويه نتاعو، ما حقيقه المفاوضات المتقدمه مع معين الشعبيني، وهل اشكال الترجي ينحصر في اشكال الاطار الفني ام انه اعمق من هذايا. بعد شويه باش نرجع باكثر تفاصيل حول الموضوع هذا، لكن قبل هذا الكل مجدي ووليد اكيد تبعتوا معناتها بوليميك كبيره ياسر وتور دو طارق ذياب والتحاليل الفنيه اللي كان قام بها في بين سبور مباشرة بعد مباراة الأهلي وترجي الرياضي التونسي والهزيمة. ممكن حتى وليد التصريحات هذية والصدام تاعها عملت بوليميك ونسيت حتى لعبيت في الماتش في حد ذاته، فأصبح حديث الشارع الرياضي الكل. موجود معنا نحن في المباشر من قطر طارق ذياب، مساء الخير، أهلا وسهلا سي طارق.
اهلا بك اخي العزيز واهلا بضيوفك الكرام. مرحبا بك، اهلا وسهلا وشكرا على قبولك التدخل معنا. كي تبعت البوليميك اوتور دو الكلام اللي كنت قلته في المباراه ولا استوديو تحليلي مباراه الترجي والاهلي المصري، سؤالي ليك مباشره، لو كان يرجع بك الوقت هل كنت عاود نفس الكلام بنفس الطريقه وبنفس الحده، والا كنت العاطفه هزتك شويه بعد الهزيمه القاسيه وكانت رده فعل اشو؟ لو يرجع بك الوقت كنت تقول نفس الكلام ونفس التحاليل طارق ذيب؟ ممكن أقل حظة، لكن اللي قلته معناتها أنا مؤمن به، واللي قلته 200% صحيح. احنا اليوم الترجي معروف المشاكل نتاعو وين، لكن احنا ما نحبوش نعالجوها. احنا قعدنا توا من تقريب من معين شعباني، اخر عام تاع معين شعباني، وانا اعتقد لو معين كان جبنا له لاعبين مميزين قلت لك لزوم جبنا راس حربه رانا عايزين على الاقل 4-5 شامبيونز ليج. لان بالنسبه لي انا حان الوقت ان نفيقوا على رواحنا. صحيح كنت ممكن قاسي شويه خاطر جات بعد المباراه ونشوف، لكن الكلام المبدا والكلام اللي قلته معناتها ما اعتقدش انه كلام مش صحيح. معناتها بالنسبه لي انا طلبوا لي اهميه الترجي حاليا الانتدابات، مش الانتدابات ونمشيو، معناتها الانتدابات لازم نقيموا اللي جبناهم قداش فلوس، قداش صرفنا عليهم، وشكون جابهم، المدرب بطبيعه الحال، والديريكسيون تكنيك نتاع الترجي الاهلي التونسي في الاصرار، هذو طلبوا لي لازم نحكيو عليهم، وهذا اش حكيت انا وهذا معناتها شيء مقبول. بالنسبه لي انا قعدنا في الاحرام باش نعطيو الحرام، انا زرقت باش الناس تفيق، الناس الكل تفيق، حتى انا لازمني نفيق، لان ما تعرفش الوقت تدخل الاستوديو ومعاك واحد من النادي الاهلي وتسمع يقول انه انا اليوم زعلان خاطر ربحنا كان 3-0. مستك يعني في الكبرياء نتاعك وفي حبك للترجي؟ ايش قولك؟ اعتقد انه الاجابه موجوده ديجا كي تقول ايش قولك. ما تعد شيء يذكر معك الاستوديو ويقول لك انا زعلان حذر ربحنا 3-0، لكن ممكن نوصل على 5-6. انت توا تحكي معنا بتاثر كبير طارق ذيب، ماكش موجود معنا في الاستوديو، قاعدين نحكي معك بالهاتف، لكن على ما يبدو ثم دموع متاع حزن ولا متاع شنو بالضبط طارق ذيب؟ متاع غضب متاع انسان صراحه نشوف العجب في الترجل التونسي حاليا، نشوف الكذب والنفاق، نشوف السمسره، نشوف ناس تخرج تكلم وتسب العباد ما نعرفهم اللي هما ماشي شيء، هما منافقين. انا عمري ما كنت منافق، انا نتكلم مره في العام، وكي نتكلم صحيح، وعمري ما نتكلم في التراكن، وعمري ما نتكلم في العباد، نواجه العباد، وهذا تربيتي وهذا ربيتنا ترجي ربيتني اني نقول الحق ولو كان مرة، لكن باش نصلحوا الحق باش نصلح. لهالدرجه وضعيه الترجي الرياضي التونسي كارثيه الى درجه انه طارق ذياب ينهار في المباشر وتنهار دموع طارق ذياب في المباشر على وضعيه الترجي؟ لهالدرجه الوضعيه كارثيه؟ هو كارثيه يا اخي والله، نقعد نتعجب في الناس اللي معناتها يحكيوا على شيء عادي اللي صار في الترجي 4-0 اليوم بعد انتدابات شكل سنوات انتدابات عشوائيه، اليوم ما عادش فما فريق في الترجي في تونس وما تعرفش وين ماشي. اليوم عندك اهم لاعبين اليوم الكونترا نتاعهم يوفق، هذا اخطر شيء بالنسبه لي انا. انا اليوم لو شعلالي لو بنرمضان لو الهون يمشوا بالنسبه لي انا يلزمها 7% سيل مع الصغير، لان اللاعبين المتواجدين حاليا يلعبوا بالنسبه لي انا ما نحبش نقبح فيهم امكانيات متوسطه ومتمعلم ونوصلونا. إذا ما نفيقوش توا راهو باش يسالونا كي برشا جمعيات. يعني بربي سامحني، خذ حمدي المدي بيقول انا وقفت وخويا وتعبت وعنده الحق.
وش نعمل؟ اعطيني حل. ماذا بيا جماعه اللي ما كل يخرجوا ويناقوا ويكذبوا، اعطينا حل. لان فما حاجه تسمى في تاريخ الاسبيرونس، الاسبيرونس تدق راسك، الاسبيرونس تدق، الاسبيرونس اللي ما خدمهاش تقلب تدق. وفي الاخر هاك شفنا، مش نقول اسماء، هاك شفت، نعرف ناس انا البواط الوار نتاع الاسبيرونس، انا نعرف اشياء اللي ما نعرفهم حتى الاسبيرونس. انا تعداوا علي 7-8 رؤساء ونعرف جو الاسبيرونس اللي صار في الاسبيرونس، ونعرف اللي سمتر، ونعرف اللي باع الجوالات، ونعرف اللي خذا الفلوس من غادي وشاف الفلوس، ونعرف اللي ناس سرقت ونهبت من الترجي. وفي اخر شرق جاي بيتكلم. ولي سباح ولي شرق. انت كطارق ذياب، شنو الحل اللي تشوفه اليوم، الحل المثالي للترجي باش يرجع للسكه الصحيحه نتاعو ويعاود يبني من جديد؟ هذايا توا سو لو بلان نتاع الترجي الرياضي التونسي، لكن حسب ما فهمت وحسب ما استنتجت انت على مستوى الشخصي، تمسيت برشا من الكلام اللي تقال، معناتها من الرياكسيون نتاع الجمهور. نو 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 من هو انا مستانس بيه يا اخي، الجمهور يا اخي شتني هو الجمهور، مسكين. فما فئة قليلة تعالى تسب فيا، اللي عندما صار مسيت لهم الواحد نتاعهم مصروفهم، مسيت لهم راتب نتاعهم، فئة قليلة. لكن بالنسبة لي نعرف اللي قلت بكل صحيح، نعرف أنا 200% صحيح اللي قلت الكل، لأن يعني الناس مش عند بعد نتيجة الماتش اللي صارت فيه هذاك الكوب دقيق اللي صارت فيه مشاكل، والناس احنا نحطوا اي الكاف او الوديع او الواحد ونسينا مشاكلنا احنا، يقول لي تلاقوا مشاكلنا احنا وبعد نمشيو للكاف نمشيو ليش وصلنا الحالة هذه احنا؟ كيفاش جمعيه تلعب ديمسيونال بلا جمهور؟ وين احنا؟ كيفاش وين جمعيه تلعب ديمسيونال بلا جمهور؟ وين قول لي هذه وين صار؟ لازمنا نعالجوا الاخطاء نتاعنا، لكن نقاط ونمشيو للفيدراسيون ونمشيو للكاف ونمشيو لكن احنا عندنا مشاكل كبيره قاعده طايره في الجمعيه، وديما خبي وديما خبي وديما خبي خبي، حتى نهار باش نتفاجئونا والناس الكل تمشي والجمعيه تمشي. سي طارق ذياب، وانت تتحدث على الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها، في النقطة هذه بالذات وجهة نظري تبناها مدرب الترجي برشا مرات، قال في الكونفرنس دو بريس وعديد من المحللين الرياضيين في البلاتويت، انه الترجي نتيجة اللي وصل لها اليوم هو ضحية للبرمجة اللي قامت بها الجامعة التونسية لكرة القدم، وانه البرمجة هذية اللي تحطت سور مزور دمرت الترجي الرياضي التونسي. الى اي مدى تتبنى وجهة النظر هذه انت طارق ذياب؟ ما نبنهاش، معناتها رغم اللي انا كنت في الفيدراسيون تعرفوني مواضيع كل في راي وكل في راي واحد، راهو بل 5 ولا 10 سنين هذاك هو بيقعد، راي نتاعي ما تغيرش، المبادئ نتاعي ما تغيرش، وافكاري ما تغيرش في الناس هذوك وفي الناس، قلت لهم راهو باش يوصلوا الكره الى الحظيه، فالكره نتاعنا باش تكتب مع الناس وين وصلنا طارق؟ انا وين وصلنا؟ ما تشوفوش تاخذ ماتشوات حرب تولي مع البوليسية، ماتشوات الاستاد استحرقت، ماتشوات ويتلو ناس تتعاقب، وماتشوات تاقف، هذا هو نوصل. ولكن تقول لي الفيدراسيون هاكو بحذاك مجدي، مجدي كانوا يلعبوا ماتش بالبروتريكيب وماتش بالزانيكيب، خاطر يلعبوا كل دفع يكون كوب دي موندي كلوب ويلعبوا ويلعبوا في رمضان، احنا عندنا خدمه مع مجدي دير بلاصون تقابل، ما عندناش كيفاش، مول دير بلاصون، نقول لك الحقيقة ما عندناش كيفاش، مول دير بلاصون، هذيك هي المشكلة اللي عندنا احنا، احنا عندي دبات العشوائية خلاتنا بعد 3 سنوات لقينا كيب ضعيفة، شكون يتحاسب هذايا؟ طارق ذياب باش يتحاسب؟ طارق ذياب في الكريتمون، شكون يتحاسب؟ يقول أنا لازم نتحاسب، مش معناتها يتحاسب يقدر الحبس، يتحاسب ولا يمشي على روحه. يعني يصير تقييم، يعني المحاسبة بمعنيها التقييم. ناخذ شوية تفاعلات طارق ذياب، ناخذ وليد ومجدي إذا كان عندهم شوية تفاعلات في الإيطالي نحن نحكي فيه. وي وليد تفضل. سي طارق مساء الخير. أهلا بي. أهلا بي. أنا نعرف وين اللي حتى الوقت مش بعيد برشا كانت العلاقة نتاعك مع السيد محمد المدب علاقة طيبة، وكان حتى
يستشيرك ربما في بعض القرارات الفنية، في رأيك في بعض المدربين، ربما ساعات في بعض اللاعبين، في بعض الأشياء. اسكو اليوم العلاقة هذه منعدمة؟ خاطر نفهموا من كلامك أن اليوم طارق ذياب ما عنده حتى دخل في أي حاجة فنية، ربما ما عندوش حتى اتصال بالسيد حمدي المدب، ونحبوا نعرفوا عليش، معناتها حتى الوقت قريب كانت عندك علاقة وربما يستشيرك في بعض الأشياء، اليوم يبدو أنه العلاقة انقطعت بين حمدي المدب وطارق ذياب. شو أخوي العزيز، أنا بالنسبة لي الترجي، بالنسبة لي الترجي لعبت فيها، لعبت في الترجي ونحترم رؤساء متاعي، لكن أنا بالنسبة لي أنا لعبت في الترجي، بالنسبة لي لكم الرؤساء كلهم يمروا ويمشيوا يقدموا خدمات للترجي وبعد يمشوا على روحهم. أنا من عبدش عبيد رأو، أنا من عبدش لك ولا لعبت صغير جابوني، أنا لعبت 20 سنة في الترجي، لعبت اللي لعبت، احترمت الناس الكل، نحترم الناس الكل، ما احترمنيش ما نحترموش، ومهما يكون إنسان. بالنسبة لي أنا حمدي المدب رأو كل أخوات أنا وياه، لعبنا بعضنا صغار ونعرفوا من كديه، ما تكلمنيش ما عندناش مشكلة معاه، نمشي دور ما عندناش مشكلة مع حمدي المدب، لكن راهو حد ما يستشيرني. فما ناس يقول لك والله معين شعبان جابوا طارق كيف، ما جابش معين شعبان يعني، قال لك على نسمع المرقة في التلفزة ولا في راديو، والله طارق كيف هو اللي جاب الجعايدي، عمرك ما جبت الجعايدي، الجعايدي شفته مرة في حياتي وأنا عايش في قطر، كيفاش نجيب الجعايدي؟ لكن من بعد اتصل بهم ويقع اتصال بيناتهم ونحاولوا فما مشاكل نحاولوا ديما نعاونوهم ونساعدوهم بالكلمه الباهيه، مثل موحدين، مثل مجدي عقب حريه، ما عنديش عمري ما كنت ما عطيت رايي انا، قالوا لي كلموني قالوا لي هذا بنطلون اختار عمري ما اختار بنطلون، لكن نتشاوروا مع حمدي المدب يكلمني يقول اختار برا مبروك عليكم ان شاء الله ننجحوا، ومن بعد بنطلون عليه تقع اتصال معاهم نحكي مع بعضنا، لكن عمري ما كنت معناتها واسطة المدرب ولا جبت لاعب ولا ما. بالعكس ما دخلش في الامور هذه، بالنسبه لي انا فما مسؤولين يخدموا على رواح مربي عينه، لكن بعض المسؤولين هذا يحاسبوا، فماش واحد يخدم ما يحاسبش، كيما انا نتحاسب في البيت يحاسبوني يا اخي راه تعطوني نوت في انت في الخدمه نتاعك تتحاسب، الناس كل تتحاسب، هذا توا شفنا اللي نعرفوا مشاكل الترجي شنو، واش ما نمشيولهمش؟ ليش نقعدوا نستناها؟ ليش ما نمشيو مشاكلنا ونحلوهم؟ ونحلوهم معناتها مش بدم بارد بدون تشهد بدون، لكن نمشيو نحلو. ما نقعدوش خايفين من المشكله هذيك، هاي بدلنا نبيل معلول، نبيل هاي وشي هاي. نبيل يا اخي تو المشكله الكبيره في الترجي. كيما اللي جاي تو في سنوات جبنا 25 جوار ومشاو على رواحهم. يا اخي نبيل المشكله نبيل شارك في المشكله هنا بالانتدابات نتاعو بكلامه، نبيل روحه بكلامه يقول لك عندنا ثلاثه في المركز هذا وعندنا اربعه في المركز، من بعد شهرين ما لقينا شيء. طريقه اللعب نتاع الترجي تسخر سواء حاليا. الترجي تو تقارنها بالاهلي، شو الاهلي؟ الاهلي من ديبي سيزون نتاعها كان دون المصاري كان بطل شحش. اليوم بعد خمسه شهور تحسنت، تكون حسنها، مو المدرب حسنها. طارق ذياب الترجي تعتبر انها تسخف بين ظفرين في طريقه اللعب نتاعها، هل هذا بسبب الاداء التكتيكي وخيارات المدرب نبيل معلول اللي توجهت له بنقد لاذع بالكدا بالكدا، مش حتى يوم الجمعه الفارط حتى في المباريات السابقه، ام بسبب ضعف الرصيد البشري المتوفر لدى نبيل معلول؟ ضعف الرصيد البشري، اول عام جبنا 7 جوارات، اول عام جبنا 7 لاعبين جدد، وقلنا هذوما راهو الناس الكل قالوا الفريق هذا راهو افضل انتداب الموسم هذا، تسمعوا رجعوا افضل انتدابات. اليوم عاش عندنا لاعبين اختيارات، انا كي نشوف اللي صاروا لي عندنا توا ماهيش كل شيء، لاعب صغير شنو اوكي لاعب صغير، يا اخي انا لاعب صغير باش نعطيك هدوء، لاعب صغير باش يتحسن ويتطور، لكن ما نشوفش شيء. شنو مزرادي اللي لعبنا؟ بالنسبه لي انا متوسطين برشا، ايش فكا بن علي ولا ايش بن متوسطين برشا، احنا وقت الاستضعاف لكيب راهو وقت اللي اي لاعب يولي يلعب في الترج، برشلونه ضعفت في الوقت ما، لان يعني برشلونه استنزفت اي واحد واي واحد يلعب في برشلونه تضعف، ليسبيرونس ضعفت، ليسبيرونس اثنين لعبنا بالاتاك بتاع سليمان، هل بالاتاك بتاع سليمان حد يوصل كل افريقيا؟ عاش كنت مالكو يا اخي، عاش كنت مالكو بس تاك نتاع سليمان تفري كي زيرو،
هي اقوى من هكا وما هزيناش. يلزم نجيب ويلزم انا كي جيت للسنوات عملت لجنه نتاع انتدابات، عملت خمسه لاعبين جبتهم قدامة يا خويا، عملوا لجنه كما الفرق الكل في العالم عامله لجنه، ما نسلموهاش للناس ما يفهموش الكوره. شنو تجيب لي 10 جولات باش ينجح الكوره؟ شنو نصرف 5 مليار دولار باش يصرف لي لاعب؟ اللجنه ذيك هي اللي تختار وتكون قريبه من المدربين نتاعهم وتشاوروا معاهم وتبعوا اللاعبين اللي نحبوا نجيبوهم ونصرفوا 20 و30 مليون في الطيارات في الدول بمليار ومن بعد يروح. احنا كي نشوفوا واحد مشى 5 مرات سافر للكونغو ولا نيجيريا وصرف فلوس، اه والله تصرف يمشي يتبع 5 و6 مرات و10 مرات يتبع نوليو هناك دقه في الانتدابات، مش نجيبوا بالعشوائي بالكذب طريقة عشوائية ما تفرجوا إلا في كاسات ولا تفرجوا في ماتش محكوم عليه وتجيبه تصرف عليه ومن بعد يتكلم لك يعني أنت تعتبر أنه الإشكال الجوهري في مستوى الانتدابات والكاليتي نتاع الملاعبية اللي قاعدة تلبس في ماريولا الترجي الرياضي التونسي، شنو الحلول ورؤيتك بالنسبة أنت كطارق ذياب كأيقونة في الترجي كلاعب أسطوري كنت موجود قبل في الهيئة المديرة في الترجي الرياضي التونسي، شنو رؤيتك للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي؟ عادي تو نقرأ في الكومنتات يقولوا طارق ذياب به اوكي، لكن هي تقترح حلول، شنو هو المطلوب باش يخرج حلول؟ قلتكم انا حلول، هذا حلول قلت اولا في الصغار اللي سمعته في الصغار شيء سخف، اللي سمعته في الصغار ان شاء الله ما يكونش كثير، اللي سمعته في الصغار الناس تاخذ الفلوس والناس تاخذ المونترو والناس تاخذ الفلوس وهذا يلعب ولد وهذا يلعب ام وهذا يلعب اخت وهذا يلعب بنت، هذا لازم تنحى، هذا لازم مش معقول، هذه الاسبيرونس راهي متطلقه، الاسبيرونس ماهيش قاعده تصور الاستراتيجيات حتى اللي تكون يوسف مصطفى ماهوش على اصول صحيحه، شنو هو جوار يوسف مصطفى زي ما يعرفش يعمل باس ما يعرفش ويتعب في ماتش ويلعب ربع ساعه ويخسر فيه ومزيد يوسف مصطفى سنين متكون من نفس ذلك فيهم كيما بارتو في العالم. يا اخي احنا نلعبنا عمر 17 سنه ومصطفى يلعب صغير نستعرف يلعب كوره نقصوا له الخبره حتى يلعبوهم أنا شفتهم يلعبوا كيف كونترول يضيع فيه، أنت تعمل عليه بريسينغ وهو يخاف، أنت تعمل بريسينغ وضيع الكور، خاطر التكوين صفر، تكوين ضعيف، مدربين ضعاف، الناس تلوج كان على لي تيتر، جيب الميني تيتر وجيب التعديل جيب لي تيتر ومن بعد التكوين، ما فيش تكوين، لا نعملوا ديريكسيون تكنيك كبيرة، نعملوا ديزونترنور هايلين ونعملوا بلد ونتلهاو بالفورماسيون نتاعنا. في الصغار نتاعنا ونجيبوا صغار ونعملوا ديريكروتور في الجهات نتاعنا عندنا تبارك الله توريت في قفص او في جندوبه او في الكهف والواحد وخلصوهم يوصفونا وليد الصغار ويجيبونا، هذه خدمه، هذه خدمه تاع جمعيه كبيره، هذه خدمه مش بعلي مش تخدم نجي ساعه في النهار تفرج في اللونتريمون تروح هكا خدمه فما ناس تكنيك من 8 تروح في النص الليل وتتبع وهذا نعملوه في السينيور نتبعوا الجولات اللي حاجتنا بيهم المراكز اللي حاجتنا بيهم تبعوهم هذا في الديريكسيون تكنيك في الريكويتمون عندنا لجنه لجنه ملاعبيه ومدربين وهم يتبعوا اخويا عندنا اليوم نقص بالاستهداف ايما نتبعوا لكن انا في افريقيا ما نتبعوهمش الجولات شو عبد الباسط الدرامنين ولا فريق عندك عجب الزوارات قدامي نتفرج فيه مره ومرتين وثلاثه ونسافر وعندك هيثم غاديكا في افريقيا نبعث له زوج ثلاثه ملايين ونمشي يسافر لي ويمشي للنيجيريا ويمشي للكونغو هذه خدمه ما ثماش ما ثماش حاجه بدون تعبرة احنا نحبوا قاعدين حاتين مكتبنا نضحكوا ها ها ونجلس ساعه نفرجوا في لونتري ما ونربحوا وهذاك هذاك رئيس الفرع كور تقدم هكا رئيس الفرع كور تقدم يقول لي راهو عنده مع 20000 واحد يخدم ونستخدم بين نهار وتجيب هذا هو الكونتينر. لو يقترح عليك رئيس النادي سيد حمدي المذب انك تتقلد منصب في الترجي الرياضي التونسي. انا ما نتقلدش انا ما احب حتى شيء عندك لو 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 يتصلوا بك يقول لك طارق ذياب اجى عاون. انا نعاون نعاون نعمل له ليكيب ونعمل له نمشي على روح نعمل له ليكيب ونعمل له نحط له لي جوار لي ريكروتور اللي يعملوا ريكروتمون واحد ونجيب اونترونور باهي يشد الترجي. ما عندناش مشكل نجيب اونترونور اللي نعطيه الامكانيات ونعطيه الواحد ويقدم على روحه ونعملوا ديريكسيون تكنيك كبيره ونعملوا لجنه نتاع الواحد ومسؤولين بغيروا المسؤولين اخويا نجيبوا مسؤولين جدد خلي ياخذوا على الترجي هذا هو معناتها ما يصيبها لكن توا هو اللي تصيبه بصراحه شو نعملوا توا العام الجاي والعام اللي بعد شو نعملوا في الكويت وش نعملوا في الجوار اللي ماشيين
اعطيوني في اعطيوني حل اعطيوني في اللي يقول لي ماشي نعم. والحقيقة ثم نقاط استفهام خاصة في الملعبين لنهاية عقود خاصة كي نسمعوا لسامي حمد الهوني غالين الشعليلي بالرمضان ذوما كوليبالي ذوما الكل نهاية عقود. والله فسلي يخرج لي واحد من الترجي حتى حسي حمد المدن يقول لي لواش نخليه الاخر وقت وما جوار اللي راهو في العالم اللي قبل الجوار عندهم مازالوا عامين ثلاثة نشيلوا قبل عامين وثلاثة ونصف معاه وبعد كي نلقاو بيعة فيه نبيعه يحب يمشي نبيعه غير نربح فلوس مش خليهم لخدمة قديش واحد مش بدل أن شيخ رسول الله شو تكلم اسمه اللي مشى السعودية بغير مشى هذا اليوم برمضان يمشي لهوني يمشي كيفاش هذه وين هذيك وينهم اللي العقود وين السيروس هذه نورمال مواركب كبيرة هذه السيروس مش هذه كثير. نكمل معك باخر سؤال ولا هنا وزاد في نفس الاطار نحن نحكي فيه انه طارق دياب اليوم موصل الرساله بطريقه اوضح وخذ وقته في الـ في الـ في الكلام واقترح لي معناتها بعض المقترحات للمدى القريب المتوسط والبعيد لكن هوني المصطلح اللي استعملته نهار الجمعه سي طارق يعني سحاره فرعون ما تشوفش انه فيه نوع هكا من التهكم اكثر من نقد خاطر السحرة وفرعون يعني نحن متفاهمين كي نشوفوا نعرفوا شكونهم السحرة وشكون فرعون هذاك علاش هوني ثم شكون مشى في الثنية متاع الانتربريتاسيون انه ثم نوع من هكا تصفية حسابات قديمة بينك انت وبين نبيل معلول وكذا معناتها ممكن هني المصطلح هذا ما كانش هكا متسرع شوية كم براسمكم زينة من تصفية شكون جايبني ليه نبيل نبيل زيد عليه 10 سنين نبيل انا سينيور هو جونيور نبيل شكون طلعوا للسينيور حميد الذيب انا قلت له جيب برا جيب نبيل لطفي العروسي معاكم قلت له جيب نبيل خلي يعاوننا وطلعوا للسينيور وطلعوا للسينيور ولعبوا ضد مقري الماتش وبعد لعبوا ضد الصاد ولا تيتولير نبيل شو جايب ليه باش يقاسم معايا البالون دور ولا يتقاسم معايا في البيين ولا يتقاسم معايا في الوزاره جايب ليه نبيل نبيل يزيد علي 10 سنين يقول لك طارق نبيل يخش بيه وطره نار انا ما نحبوش ينجح في الاسبيرانس نحبو ينجح خطيريني في الاسبيرانس يعجبك شو هذي نبيل هو لا يوديع الجالي طارق يكره هو وديع الجالي ما نحبش وديع الجالي خطر انسان اهلك الكورة وين يقول فيه راه ولي اخي بلكش نقول في كلام ان يقول فيهم الكلام الكل يطلع صحيح الكل اللي يقول فيهم كلام واللي انا جيت ضدهم الكل طلع صحيح لانه الوقت واضح جدا انا يعني ديما خلي الوقت خلي الوقت لان ديما الوقت هو اللي يظهر كل شيء هاكا اللي قلت الكلام على الناس اللي قلت وزرهم كيفاش حالكم وزرهم كيفاش وقلت والله الله ما رضيت الوالدين تدخل الحبس وتدخل الواحد تدخل تقول لي رضيت الوالدين وتسرق وتقمصر واعد تقول لي رضيت انا رضيت الوالدين رضيت الوالدين انت مستقيم اللي الحمد لله مرتاح مع اولاده اللي مرتاح في خدمته اللي الناس تقول تحبه انا ورقتي نظيفه مع الترجي خدمت 20 سنه ورقه نتاعي نظيفه مع البيين 20 سنه نظيفه في الوزاره خدمت برا نشوف في الوزاره في التيم ناسيونال خدمت برا نشوف في التيم ناسيونال حتى واحد ما يجي يقول حاجه على طارق دياب مهما يكون حتى واحد يقول في الكوره وفي الاخلاق وفي الرجوليه وفي كل شيء وانا كلمتي نقولها ما خاف من حد راهو في تونس مهما يكون اذا مثلي ما وعندي الافكار نتاعي نقولها ما يكون انا في البيين يعرفوني هكا في الترجي يعرفوني الجوالات الكل يعرفوني كيفاش نعاونهم كنت قوم الكبير كنت اليوز عراس يجي طارق دياب اللي عنده مشكله مع الجمعيه يجي طارق دياب اللي باش يعرف يجي طارق دياب اللي يحب الفلوس يجي طارق دياب كلهم احكي معاهم من خالد بن يحيى من نبيل معلول من كلهم من البسام من كل من اللي جيت انا كابيتان كنت قائد ومثال حتى واحد ما جاني وسخني في الترجي انا انظف منهم الكل وكنت نقولها واللي عجبه عجبه اللي ما عجبوش اخويا ربي عينه. يعطيك صح سيد طارق ذياب اللاعب الدولي السابق لاعب الترجي والمحلل في قنوات البين وي معاك معاك كلمه ختام كلمه ختام هاو معاك مجدي وي طارق شنو حوالك؟ الله لاباس لاباس شنو حولك انت؟ سامحني سمعت طارق اخر انت سامحني اخوي ها؟ سمعت طارق
قالك سمع طارق اخر انت تو اي فوالا اي فوالا بيان سور اي بيان سور سامحني نحن تقابلنا ليه هذا حق مشروع انت باش تعطي رايك بيان سور انت تبارك الله الاكسبيريونس اللي عندك ما يشك فيها حتى حد وحتى واحد كي يتكلم معناها يتكلم بغيره وبكل شيء ما هذا حتى حد ما نجم يشك فيه وانا شفت حتى كي مشينا قطر معناها شفت المعامله نتاعك وحتى كي حكيت معانا ومع معينا ومع معين ومع الاولاد الملاعبيه وقتها وكل معناها ما فماش حاجه الحقيقه معناها مارينا منك كان حاجه كل حاجه الباهيه الحقيقه معناها وانا تبعت ومنت معين ومعين تبع فيه معين وحتى كي مشى المطر تكلمت انا معين وديما معين من الناس المطربين برشا واخلاق عاليه وكان ذبد بنفسه وسيستم على روحه ساعدناش في الاخر الكبريه لو ما ساعدناش ما جبناش ليش 40 كان جبنا 40 لو معين ما جبش ترجي لكن معين الناس ملقاون على الاخر لانه ثاني خدم الترجي وحتى مطرنا ما فاز مرتين بالواحد وحتى ديما تاكد ديما ما يتكلمش ورغم الكريتيك بالعكس هذاك ولد الجمعيه عن حق ولد الجمعيه اللي القبيح نحب ولد الجمعيه اللي يكذب نحب ولد الجمعيه المنافق نحب ولد اللي بزنس هذاك ولد الجمعيه بعد فما ناس شفت فما ناس الترجي بعض الواحد يشوفوا في طارق ذيب اه ولا شو ولد الجمعيه يجيب عمره 16 سنه لا ساعه حتى العام 90 وقائد فريق وعملت كل شيء في الترجي مشيت كيما سينا انا جيت البالون دور كل شيء من الترجي قاعد يتوصي كيفاش انا مش ولد الجمعيه انا قلنا انا ولد الجمعيه قبلكم انتم الكل لكن انا والجمعيه نحب نصلح انتم فما ناس بالنفاق نتاعهم مشي لكم الجمعيه نتاعنا واحنا ما نحبوش نخلوش الناس هذوما تقعد في الجمعيه وتخدم في الجمعيه بالعكس لازم تصلح الجمعيه والبقاء الافضل لا انا لا نحب لا فيس بريزيدون ولا بريزيدون انا من البعيد نجم نعاون باللي نجم عليه فما ناس خير مني فما ناس عندنا دي جوار دي زونسيان جوار نجم يعاونوا ناس يكونوا في الديريكسيون تكنيك نجم يكونوا بريزيدون نتاع السيكسيون نجم يكون هل يعقل الجمعيه ما عندهاش مسؤول على ذاك الاختيار وين صار؟ كان 20 سنه نلعب ليسبيرونس دي بي دي جي نتاع شركات اللي كانوا سيكسيون في الفرق كان بريزيدون سيكسيون بي دي جي شنو المرحوم شو اسمه بابو معناتها ناس كبار عبد الحميد عطول كان بريزيدون كان بريزيدون سيكسيون يقعد على البنك وما ثم واحد على البنك كيفاش خمسه اونترونور سته اونترونور ودوز اونترونور جارديان وما ثم حتى مسؤول يدخل تصير مشكله مع الاربيت وتكون مش وقف تكون هذه ليسبيرونس نعرفوها حتى ليسبيرونس نعرفوها شو هي؟ هذه فوضى هذه فوضى خلاقه هذه فوضى كيفاش خلوا الجمعيه هكا ونسكتوا ومن بعد نجيو للتلفزيون لي زونسيان جور اه والله في ديريكسيون ما لعبتناش وفي ديريكسيون تعبتنا تحكي على رسمي يا ولدي يزيد من الدمغشه ويزيد من الفرنسا ويزيد من الشعبويه تحكي رسمي في نعالجوا مشاكلنا كانوا مشاكل نحن طبعا نمشيو الفيدراسيون مشيو الواحد يعني عندنا مشاكل وانت تدخل لي الفيدراسيون لعب فينا كل ثلاث ايام تلعبنا 10 مرات ثلاث ايام ومعين لعب ثلاث ايام ولعب ليكيب دو وربحنا وهزينا الشامبيون شنو تو الناس الكل تعدت ربحنا واحنا ساكتين وشيء وما ثماش اصلاحات وما ثماش واحد واحنا مش هذا خطر على الجمعيه فما جمعيات عملت هكا وتعرفوها وين وصلت اللي خلاوا الامور هكا مصيبه وين وصلت احنا ليه احنا راهو يلزمنا نخمو توا في المستقبل انا راهو حمدي المد اللي ممكن يمشي حمدي المد تعب مسكين حمدي المد بعد دعم فلوس لان المفروض يقول يجي ولاد يقول اخويا يلزم ايش نعمل هو ديجا اعلن انسحابه قال سنه باش نكمل اخر عام وباش نمشي من منذ اعلان الانسحاب ما شفناش بوادم فماش اجتماعات حتى على مستوى لي زونسيان بريزيدون ولا لجنه الحكماء ما فماش حتى فيزيبيليتي الحقيقه بارابور المستقبل مشكله راهي مشكله كبيره لانه بالحق سي طارق انت تعرف الاموال الطايله اللي يحط فيها معناها رئيس النادي وانت معناها على عينيك شفت معناها حتى السنوات الاخيره النجاحات اللي صاروا معناها بالانتدابات الكبيره وبالملاعبيه الكبار اللي جاوا للترجي واللي ولا وعملنا معناها ايكيب اللي كما قلت انت قبيله نسمع فيك معناها اللي انا دوميني معناها تحب ولا تكره معناها الافريق بوندون 3 اي فوالا معناها كما قلت نجم واحد سرتان برشا معناها فلوس فهمت شوف جاتنا فرصه مع معين والله كنا ندومينيو في افريقيا اربع خمس سنوات احنا مشكلتنا ندومينيو عامين ومن بعد نبرفوا علاش؟ خاطر الجوله في الباهين يمشي
وشو الان يمشيو جولة البارين يقعدوا 5 أو 6 سنين يلعبوا 8 سنين مش كيف كيف. وقيل انا جيني جينيراسيون باهيه وندبت لاعبين باهيين نقعد ديما 4 أو 5 سنين اخوي وندومي لا فريق عندنا امكانيات نقيتوا على الفريق احنا عامين وقاعد يمشيو 4 5 نعاودوا نكونوا ويجيونا اضعف ويجيونا اضعف الاضعف الاضعف حتى ولينا ضعف حتى ولي صار لنا يعني حبيبي واحد يبدا واحد وحده بيان سور اي بيان سور اي بون لا اللي تعرفها قداش البيدجي كوميم نحكيو على 450 مليار ولا قداش اي هلا هو قادر ترجي باش ينجم يبروتيجي ملاعبيته ويشد ملاعبيته باللي مونطون هذوك يلزمنا نخمو يلزمنا نقعدوا مع بعضنا ونحكيو يلزمنا نجيبوا عباد ونشوفوا عباد ونحضروا المستقبل يا ولدي هكا تصير الامور راهي ما تلاقيش نعيشوا باش نهار بنهار وجمعيه راهي كوره عندها حاضر وعندها المستقبل لازم نحضروا زاد سي حمدي اذا حمدي يقعد يتعب ويقول لي زيني وانا مريض وشنا نعمل صحيح هو باش يقعد يعاون في الاسبيرونس اما كيما قبل لازم نلقاو ناس اخرين لازم ندخلوا توا هيك لا كامله لازم تمهيد الطريق للمستقبل معناها اللي هو الحقيقه وليد ومجدي مش موجود اختيش اعلن حمدي مد منذ ديسمبر في في الجلسه العامه من وقتها لتوا شنو اللي صار جديد شنو التحركات اللي صارت ما فهم حتى شيء الحقيقه ما شيء هذا لازم نخملوا هذا راه موضوع هام جدا هي موضوع هام جدا انا كثيره وانا نعرف انا نعرف انا نعرف نعرف ان عندنا ناس باهيين ونعرف عندنا ناس مخاف ولازم لكن لازم للمشمس لازم الناس تجي ونقربوهم ويدخلوا الجمعيه راهو معاش ناس فما ناس اللي تقي في الحقيقه عيب راهو في الظروف الحاليه الاقتصاديه في تونس عيب ناس تجي تعطيك 100 و200 و300 ومليار ومليارديرات هكاك لازم لازمنا ناخذوا معناتها ناس معاش لوحوا في المشكل على على اي سؤال هذه مستحيل رئيس واحد يمشي واحد ويعطي الفلوس واحد يلزم نقوموا في الامور اخرى يلزم 7 أو 8 من الناس يدخلوا للترجي والناس الكل تهزوا الخطوه ونحضروا المستقبل ونتحاضروا كيفاش ندخلوا الفلوس والترجي تنجم تدخل برشا فلوس راه الترجي تنجم تدخل برشا فلوس الترجي معروف في الافريق وصفه اسم كبير الترجي نجمه ولكن لازم الناس اللي تجيب الفلوس الناس اللي تجيب الفلوس والناس اللي تستخدم الترجي في المستقبل وعندنا ناس باين نظاف وعندنا لازم نقربوهم اكثر للترجي هذا هو الترجي فلان يبدا يتكلمني يسبك الناس وهذا شنو وهذا يتكلم وهو مسكين ما عندوش حتى هذوما الناس هيك الترجي ويكون وهزينا للحضيض كما نقولوا لكن انا نقول لك اكسبيرونس تمرض اما ما تموت ترى تمرض اما ما تموت ما خليوهاش قلت ربي اولادها ما خليوهاش ان شاء الله وشكرا وبارك الله فيك. يعطيك صحة سيد طارق ذياب الدولي السابق ولاعب الترجي السابق كان معنا في حوار مطول مباشرة من قطر نعرف إذا يكون سويت البوليميك اللي صارت منذ يوم الجمعة الفارس نخرج فاصل ثم باش نرجع نحكيو على موضوع الأكتواليتي اللي هو المدرب شكون المدرب الجديد شنو حقيقة التي صارت المتقدمة مع معين الشعباني شعباني موجود في تونس ولا مش في تونس يكمل مع سيرامي وإلا تم اتفاق مع الترجي الرياضي التونسي ذا كله نرجع له بأكثر تفاصيل بعد الفصل بعد شوية نكمل في سبور بلس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو مثني للجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل EFM سبور بلس أيمن زروق أهلا وسهلا مرحبا من جديد في سبور بلس 7 47 دقيقة بعد شوية يكون معنا شيد زمرلي بالهاتف حول بلاغ الاتحاد الرياضي المناصري ورد النادي الافريقي لكن تسيب نحكي على موضوع المدرب موضوع ساعة في الترجي تاكو تاك الترجي الرياضي التونسي حاليا وبعد استقالة نبيل معلول هل تعتبروا أنه الإشكال داخل الترجي هو إشكال مدرب أم أنه الإشكال أعمق 40 ثانية الإجابة على سؤال ذلك كل من وليد ومجد نبدأ معك وليد هل تعتبر أنه اليوم مشكلة الترجي باش يتحل بمجرد تعيين مدرب توما بورت هو شنو الاسم تاعه ولا قبل في شهر ونص اللي مازالوا ولا بصفة عامة عاد ديفلوبي وحدك 3-2-1 توب كرونو لا لا المشكلة أعمق من المدرب لأنه ما نتصورش الحقيقة مدرب آخر باش تكون عنده عصا سحرية باش في وقت قصير يبدل بالرصيد البشري هذا الرصيد البشري اللي هو في حد ذاته يشكو نقص وزيد مع الإصابات الموجودة مع تاع ليبيلي تاع الفريق نحكيو على حمد الهوني نحكيه على غيلان الشعلاني ولاعبين اخرين اللي مخليش المجال اليوم للمدرب باش يلقى اختيارات كبيره لا في التشكيله الاساسيه
لا حتى في بنك الاحتياط معناتها تدور البنك الاحتياط تقارن بنك الاحتياط نتاع الاهلي يوم الجمعه تلقى منتخب مصر قاعد على البنك تشوف بنك تاع الترجي الرياضي التونسي الحقيقه ما تلقاش حلول كبيره دونك المشكل اعمق من المدرب وفي فتره قادمه الحقيقه برشا مجهود على مستوى الرصيد البشري لازم يقوم به الترجي كان الحب السنه القادمه يرجع الترجي اللي نعرفه وني الفتره المقبله يعني في الشهر ذي ولا حتى النهار الجمعه تاع الرتور تقصد على عام الجاي لا نحكي على عام الجاي بالنسبه للسنه ساي وفي تقريبا كل شيء في انتظار عوده البعض من الاصابات يمكن غيلاش علياني حمد الهوني شراره ينجموش يعاونوا في الفتره الجايه لكن حتى مع هذوما لكن في انتظار حكايه تجديد العقود اللي كنا نحكيوا عليها زاد مشكل كبير اليوم محمد باش نرجع لك باش نرجع لك جوست خلينا ناخذ راي مجدي كالعاده في 40 ثانيه ما عندك شويه فائض معناتها بعد اللي خذاه سي وليد 3-2-1 تبكرونه مجدي شوف ما نتصورش معناها اللي بعد اللي صار هذا الكل مش باش تكون فما رياكسيون معناها من المسؤولين ولا من رئيس النادي لانه تعرف اللي الترجي معناها تعيش بالألقاب وتعيش بالتيترويت والناس الكل معناها عندهم اللي تاع ديسبري هذا نتصور اللي في القريب العاجل باش معناها فما قرارات سيكيسور وباش يكون حتى معناها التفكير في السنه المقبله بانتدابات معناها نوعي بيان سور تكون دو كاليتي باش يفيدوا الفريق ويرجع الترجي وكلمه باهيه اللي قالها معناها طارق ذياب قبل ما يغادر اللي الترجي معناها نجم يمرض ما يموتش لانه اليوم نحكيو على معناها فريق راهو في القريب الماضي القريب نحكيو على دوميناسيون ونحكيو على نحكيو على معناها القاب كبيره ونحكيو على سيس ولا سانك سي شامبيونا ولا سانك شامبيونا ستة دو سويت معناها دو سويت دونك شامبيونز ليغ دو دومي فينال ان كار دو فينال هو حاليا راهو فريق دي دومي فيناليست راهو كاس افريقيا فوالا معناها بالافكتيف مع المردود راهو هي بالافكتيف هذاك اللي معناها اللي توا نقولوا احنا افكتيف كذا واحد ولكن الافكتيف اللي موجود حاليا توا موجود في الدومي فينال دو شامبيونز ليغ الاسبيرونس معناها اون فان كون ديما علت البارا معناها ديما دومي فينال نحكيو على معناها من احسن اربع الانديه الموجودين في افريقيا معناها دونك الترجي نتصور اللي في ومازال فما زاد نهائي نتاع كاس تونس والشامبيونا بيان سور مازالت موجوده نحكيو على وي جورني معناها دونك كل شيء مازال جائز مع عوده اللاعبين اللي موجودين في الشامبيونا خاصه نتاع تونس يلزم الترجي يرجع للمكانه نتاعو والبلاصه اللي متعود بها لانه يعيش بالبلاصه هذيك ما فماش برشا وقت لازم في ساعه في ساعه تري فيت يرجع معناتها فما برشا ريس دون سو سونس اي بيان سور شوف راهو الفرق الكبيره لازم صحيح الهزايم جاوا ورا بعضهم معناها ومش متعود في الترجي باش يصيروا ثلاثه او اربع هزايم ورا بعضهم ولكن اهم حاجه معناها النظر للمستقبل للقدام معناها باش يكون فما افكتيف وهذا راهو كما عجبتنا وحكينا يتطلب معناها اموال معناها واليوم حتى كان نحكيو على لي ريكروتمون كل شيء راهو لي ريكروتمون ماهمش ساهلين لانه ما عادش فما كاليتي جوور اليوم معناها لي كاليتي جوور قلوا معناها فريمون يلزمك ناس تتبع بالكدا وتبدا وي. في الافريك وتبدا تشوف في الملاعبيه والديبلاسي سورتو اربعه باش تولي وكذا سورتو اربعه معناها اللاعب باش تولي دونك هنا راهو في السنوات الاخيره هذه ما عادش فما لاعبين حتى اللاعبين ما فما حاجات ما تحبوا يجيو تونس تو انت كنت دار سمح لي ايمن كنت تسمح بسرعه ما عادش عندنا وقت ورشيد الزمالي السنه فين وعندي ليك سؤال انت دابا تنجم نفهم حكيت تجديد العقود مثلا انت كنت موجود وعلى عين المكان وكنت في ستاف تكنيك حكيت تجديد العقود في الترجي الرياضي التونسي شنو هي السبب اللي يخلي مجدي سمح لي وليد ما عندناش الوقت خاطر هذا ريتو موضوع تجديد العقود في الترجي راهو مش نحكيو عليه في دقيقه نخليوه غدا مازالت عندنا ساعه وكذا تو نرجعوا لهذا اشكال عويص جدا منذ سنوات وكيفاش باش يتصرف توا حاليا عادوا الحمد لله هوني وبالرمضان وكذا هيت خلينا نقعدوا في توا خاطر ما عادش عندنا وقت بالكل عندنا شي زميلي سنه في التليفون الاسامي اللي سمعناهم الكل هذوما تقريبا ملخص لا سعد الدريدي معين الشعباني عمار السويح سمعنا مجدي تراوي سمعنا كذا اليوم اخر المساجدات حول معين الشعباني وعلى يبدو ثم شنو الحكايه بالضبط ثم اتفاق مع معين الشعباني وليد ولا فما تسريحي ولا شنو فما جس نبض فما اتصالات
دونك حتى سيد عبد المد بيبدو أن اتصل بالرئيس نادي سيراميكا محمد أبو العينين هو عزيه في وفاة شقيقه، واستغل الفرصة أنه يطرح عليه الموضوع تاع معين شعباني. معين جاء لتونس، فما شكون يقول جاء في إجازة بنهارين باعتبار أن المقابلة جاء لسيراميكا باش تكون يوم 24 ماي، أنه جاء نهارين وباش يرجع لمصر. يبدو أنه فما اتصالات، فما رغبة، مع العلم أنه التوجه في الأول كان أنه مدرب أجنبي، والقطع مع جميع ربما الأسامي اللي قعد يدور فيها ديما الترجي الرياضي التونسي، 4-5 أسامي تونس قعد يدور فيهم الفريق في الفترة الأخيرة. ننتظره، لكن هنا المعلومة اللي نسوقوها تخص خطة المدير الرياضي والمكلف بفرع معناتها كرة القدم في المرحلة الجاية، أنه صارت اتصالات رسمية مع هيثم عبيد، فمش كنت اتصل به من هاي المدير، اتصل به سيد رياض بن نور، وكذلك اتصل سيد الهاشمي الجيلاني برئيس نادي سان بيدرو، نادي اللي يخدم فيه ويشتغل فيه هيثم عبيد. هيثم عبيد توا بصدد التفكير في الخطة هذه وفي الترشيح هذا، ينجم يكون قريبا في الترجي الرياضي التونسي في خطة مدير الرياضي ولاي بكرة القدم. في انتظار ننتظر، مازال ما ثم حتى شيء رسمي في خصوص المدرب. لا شيء رسمي في خصوص المدرب إلى حدود هذه الساعة. الاتصالات موجودة مع معين الشعباني بطريقة أو بأخرى، لكن موجودة الاتصالات. وهيثم عبيد الاتصال صار زاد في خصوص ورسمي. مش على رأس لجنة الانتدابات، بل على أساس مدير رياضي الإدارة الرياضية. واضح جدا. كل يوم تنرجع بأكثر تفاصيل حول الترجي الرياضي التونسي لدبا، خاطر اليوم طارق ذيب خذي الوقت الكل. فقط نكملوا بتصويت الجمهور، هل هو إشكال مدرب أم إشكال أعمق؟ 27% يقولوا إشكال مدرب، و73% من الجماهير تعتبر أنه الإشكال أعمق من أنه يتلخص في المدرب. سكرنا مع الترجي الرياضي التونسي اللي تبقى من الوقت شنخصوه للنادي الإفريقي، والبلاغ اللي صدر على الاتحاد الرياضي المنسير يقول على إثر الاعتداء بالعنف الصادر من لاعب نادي الإفريقي والتر ليمون على لاعب الاتحاد المنسيري حسام الممهلي، وكذلك ما صدر من نعيم ضيف الله من رمي مقذوفات وجه الجماهير. راسلتها المدير الاتحاد المنسيري الجامعة التونسية لكرة السلة، لتعهد بالواقعتين واتخاذ العقوبات اللازمة تجاه اللاعبين وفق ما تنص عليه القوانين. موجود معنا في المباشر رشيد زملي ناطق رسمي النادي الإفريقي، عنده ما يعلق. مساء الخير، مرحبا رشيد، أهلا وسهلا. يعيشك مساء النور اخويا ايمن، ومساء النور كيف الحضور كيف المسامعين. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو تعليقكم على البلاغ نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري؟ والله هو المحل، هو احنا عملنا تظلم قبل كل شيء راهو للجامعه التونسيه كره السله. صحيح بقى زي ما انا بقى فريق الاتحاد الرياضي المنسيري معناتها بعث المراسله نتاعه للجامعه بفتره قبلنا، لكن الناس اللي تفرجت في المقابله تبعت الجيم 1 نتاع النهائي تاع بطوله تونسيه كره السله اللي صار نهار السبت، معناتها شافت بالكدا معناتها من الفريق المتضرر من سوء التنظيم والا من الاخلالات اللي صارت خلال المقابله. مانيش نحكي على سير المقابله، التحكيم والكل خليوه للناس اللي تفهم خير، لكن هما الحاجات اللي ظاهره للعيان واللي هي فيها قانون يرتبها ويعاقبها. الاحداث شنو اللي صار؟ باش نعطيك حاجتين صاروا معناها في المقابله ذي، يمكن حتى واحد فيكم ما شافها والا ما شاف النتائج نتاعها في حتى مقابله في حتى ديسيبلين. هاو مجدي بحذاك لعب مئات من المقابلات في كافه الاصناف في كافه الملاعب في كافه البلدان، ما نظنش مجدي انت حضرت في المقابله وزوج لاعبين يلعبوا في المقابله يخرجوا مصابين من اعتداءات من الجماهير ولا اعتداءات من القاعه. يمكن عمرك ما حضرت عليها. يبقى النادي الافريقي في نهائي البطوله التونسيه لكره السله لعبوا مهدي السايح خرج مصاب في عينه سويت ان بيتار، يعني القذيفه معناتها فوشيكا فوشيكا جت في عينه، واللي استوجبت معناتها استسمى ما تنقله للمستشفى وعمل فحوصات طبيه وتبين عنده اصابه بليغه على مستوى العين اليسرى، وتم عين ذلك بالحمايه المدنيه موجوده في القاعه، لكن المراقب مقال ما عينش شيء ذاك رغم اللي تشافت في التلفزه وشافت الناس وقت وقفه المقابله ومشاو يداووا فيه وقتها وكل، لكن هذا لم يتم معناتها كتاباته على تقرير المقابله. كيف اللاعب نعم دي فله دونك حط يده على بانو في البيسيتيريو، البانو في البيسيتيريو كله مسامر مصدر خارجه، ف
انزرع عنه وعمل عمليه اليوم على يده بحكم يده تغرس فيها مسمار مسدد في الصاله. اليوم عمل عمليه على يده وذو مزوز اصابات صاروا في النهائي اثناء مقابله النادي الافريقي باتحاد الوزن المنافسي اداره نهار السبت. وثم قوانين دونك ترتب اللعبه هذيا وتشبع شويه القوانين تاع كره اليد اللي هما فيهم لي بروبو غروسي فيهم لي زانجور الكلام الزايد معناها كل مراقب مقابله حكم مقابله الناس كل تفرجت معناتها سمعت واستمتعت بالكلام معناتها طول المقابله خاصه الكلام اللي طال كل سواء نادي الفريق ولاعبيه لكن خاصه لاعب عندي فلا الناس كل سمعته ولا مراقب المقابله خاطر القانون يعطي مراقب المقابله كيما في الهوند يعطيه معناتها المره الاولى ينبه على قائد الفريق يمشي ينبه على الجمهور معناتها اللي قاعد يتلفظ بالالفاظ هذايا في مره اولى الثانيه الثالثه يخسر الفريق فاهمين هذايا ما صارش في حتى واحده معناتها ما مشى حتى مره قائد الفريق وقال دوك يكلم الجمهور نتاعو دوك لم يطبق القانون في المقابله ولم يتم معاينه الشيء هذايا لم يتم معاينه المقذوفات معناتها الدباب الفوشيك اللي بيس دوموني الكل معناتها لم يتم معاينه نتاعو الصاله بطبيعه الحال فما معناتها طاقه استيعاب لم يتم احترامها حسب معناتها ما يتشاف على العين المجرده حتى فما خاطر فيها طاقه معناتها تاع 1000 هذايا حسب العين المجرده خلينا نقول باش نبرأ كل واحد لكن حسب العين المجرده لم يتم مع احترام طاقة الاستيعاب بينما النادي الافريقي بحكم اللي صار مع انانسيدو واللي خارج عن نطاق النادي الافريقي وعلى نطاق جمهور النادي الافريقي اللي صار في رمضان في المقابله الاولى ضد النجم الراسي النادي الافريقي يحرم من القاعه نتاعو يخرج الجمهور من القاعه نتاعو تتم ليفاكيواسيون تاع جمهور من القاعه نتاعو يتم اللي صار الكل تنجم تصير معناتها كارثه انسانيه لا بروميير رياكسيون تاع الكوميسيور دي ماتش بديتر وقتها فما قانون وكي نلعبوا في المسير فما قانون اخر وقتها دونك الحكم يوقف المقابلة يخرج الجمهور النادي الافريقي يتعاقب يحرم من السلام تاعو النادي الافريقي يتعاقب قبل خاطر فما انه في سيارة تضرب في مقابلة واعتذرنا له الشيء اللي ما صارش بطبيعة الحال من الفريق الاتحاد المنافسين اعتذرنا له معناتها انه في سيارة اللي هو امني نهارتها معناتها ونعتذر له حتى المرة هذيا معناتها فهمت اصابته النادي الافريقي يتعاقب بكذا مقابلات بدون حضور جمهور النادي الافريقي يلعب نهائي كرة السلة زوج لاعبين معناتها مقيدين على ورقة المقابلة يلعبوا في المقابلة يخرجوا مصابين يمشوا للسبيطار فيك سيرتيفيكا ميديكو من الدولة اللي هما انتم رشيد قدمتوا بتظاهر للجامعه التونسيه لكره السله ابروبو الكلام اللي كنت تقول فيه هذايا الكل ومن المفروض تاخذ بعين الاعتبار معناتها التظاهر نتاعك تاخذ بالاعتبار على خاطر التظاهر نتاعنا دونك احنا نطالبوا بتطبيق الفصل 283 نتاع اللي ينظم نتاع لي ريغلومون جينيرو تاع فيدراسيون تونيزيان دو باسكتبول الينيا سي طبقوا معناتها نطالبوا بتطبيقه اللي هو الويكلو بطبيعه الحال واللي هو دونك كيما صار معناتها في بقيه المقابلات وكيما يتم تطبيق القانون في المقابلات اللي كان فريق الافريقي طرف وخاصه معناتها ما نحاولوش نشنجوا الاجواء فما مقابله ثانيه فما ثالثه ورابعه في رادس معناتها ما نحاولوش نشنجوا الاجواء ما نحاولوش نلعبوا معناتها اللعبه نتاع ضربني وشكي وسبقني وبكي ما نحاولوش نلعبوها وهذه فرصه انك تهدي الاجواء تو انتم كنادي الفريق خاطر الحقيقه اللي قاعد صاير بين الفريق والمسير عام سنه في الباسكيت وحتى ديزونتيسيدون معناتها ربي وصلها بالخير وبسالم رشيد زمرلي يعطيك صحه كنت معنا في المباشر هكا نكونوا الى وصلنا الى نهايه الحلقه نتاع اليوم كانت حلقه تري سيري يعطيك صحه وليد قرفيلة شكرا مجدي التراوي شكرا للجميع في المتابعه والاستماع صباح الخير ودوما على EFM أحلى راديو